السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في القناة. كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. بالنسبة لفيديو اليوم ان شاء الله تشوفوا معايا جلبة بتنبات وجلبة براندا وجلبة بخدمة المعلم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالاشتراك. كما كتشوفوا معايا هذا الموديل هذا كيجي رائع في اللبسه. كما كتشوفوا معايا جلبه بالقميص منبت بالعقيق مهرس في الصدر، وفي الكميمات عندنا طريزه المعلم. كما كتشوفوا معايا الفيديو كيقربكم اكثر للجلبه كيف كتجي في اللبسه ديالها. هنا كما كتشوفوا معايا جلابه كتجي بالقميص وكتجي بالطريزه في الستير في الكميمات. صراحه اللون رائع. وهنا كذلك تقريبا نفس الموديل كيجي، غير الاختلاف في الطريزات. حتى هو اللون ديالها رائع صراحه، اللونات كلهم زوينين. هنايا كما كتشوفوا معايا جلابه كتجي بالقميص ديالها بالتوب كريب، كتجي رائعه في اللبسه. في الفيديو كيقربكم اكثر الجلابه كيف كتجي في اللبسه ديالها، واللون رائع. هنايا الطريزه كتجي سامبل، يعني الناس اللي كيبغوا شي حاجه سامبل صراحه كتجي كتجيك تري كلاس زوينة. كما كتشوفوا معايا هنايا كتجي جلابة مخدومة براندة حصيرة وطريزة، وكذلك الطريزة في الجناب التنبات توب كريب. فهنايا الفيديو كيقربكم اكثر الجلابة والموديلات متنوعين. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب. كما كتشوفوا معايا هنا الموديل بالقميص ديالو بالدونتيل، يعني دو بياس، فهي كتجي رائعه بتوب كريب وبالطريزات في الجنب طريزات المعلم، صراحه رائعه. فهي اللبسه ديالها كتجي غزاله. فالفيديو كيقربكم اكثر الجلابه وهي ملبوسه. كما كتشوفوا معايا فالفصاله مخزنيه واللوينات رائعه. فهي فهو كيبقى نفس الموديل، يعني بالتنبات الطرز ديالو بالتنبات بالجوهر مهرس. صراحه جميع الموديلات فهي زوينه. فالفيديو كيقربكم اكثر الجلابات وهي ملبوسه. موديلات جميع الموديلات فهي زوينة رائعة بالألوان متناسقة وبطريزات كذلك كيجو زوينين كيعطو واحد الجمالية للجلابة. فكما كتشوفوا معايا فالفيديو كيقربكم أكثر للجلابة وهي ملبوسة. وهنا كما كتشوفوا معايا موديل آخر الجلابة بالقميص ديالها بتوب كريب بالطريزات ديال المعلم، فهي كتجي رائعة بالطريزات في الكميمات. هنايا موديل آخر للجلابات كلهم زوينين رائعين. وهنايا كما كتشوفوا معايا موديل آخر ديال الطريزات بالتنبات. كما كتشوفوا معايا هنايا يعني الطريزات مختلفين والفصاله مخزنيه توب كريب كذلك. فهنا اللون الاخضر كيجي رائع. وهنايا كما كتشوفوا معايا في جلابه كما كتبان لكم كتجي رائعه بالتنبات، اللون كيجي غزال. والفيديو كيقربكم اكثر للجلابه وهي ملبوسه. هنايا كما كتشوفوا معايا فالجلابه كتجي بالقميص ديالها بالدونتيل، فهي رائعه وسامبل
كذلك كما كتشوفوا معايا الناس اللي كيعشقوا اللون البنفسجي فهي غزاله صراحه، هي كتدوي على راسها يعني واحد الجلبه كتبان رائعه. وهنا كذلك كما كتشوفوا معايا ففصله مخزنيه وتوب كريب وطريزات مختلفين واللونات كذلك مختلفين ومتناسقين. وهنايا كما كتشوفوا معايا كذلك عندنا موديلات متنوعين مختلفين واللوينات رائعه، اللوينات زعما غزاله صراحه، وجميع الالوان فهي متناسقه. هنا كما كتشوفوا معايا فهو موديل اخر، يعني ما كتشوفوا معايا هنا فعندنا في العقيدات سامبل هنا في الصدر وحجيرات قلال. وكما كتشوفوا معايا في الكميمات عندنا طاز مسوس وهنايا كما كتشوفوا معايا في الجلبه كتجيب الكريب وكتجيب فصاله مخزنيه. وكما كتشوفوا معايا هنا رشيمه ديال التنبات فهي رائعه، يعني شكل غزال متنوع مختلف وكاين تناسق ديال الالوان فهي رائعه. في الفيديو كيتكلم لكم على الجلبه وهي ملبوسه كيف كتجي. وهنايا موديل اخر متنوع كذلك هو اللون البنفسجي الغامق فهي الصراحه جات غزاله زوينه في البيصه ديالها. وهنايا كذلك هنايا مجموعه من الجلبات بالالوان مختلفه كما كتشوفوا معايا هنايا فهي طريزه بالتنبات وفصاله مخزنيه وتوب كريب. فجميع الموديلات فهي رائعه متنوعه. غزاله على الوان غزاله الوان عصريه. وهنايا كذلك كما كتشوفوا معايا في جلبه رائعه بالقميص ديالها، شوفوا معايا اللوينات ما هي متناسقين. وهنايا عندنا في جلبه مختلفين جلبات مختلفين، وعندنا هنايا جلبات كاملين مختلفين وزوينين. وهنايا كما كتشوفوا معايا في جلبه كتجي بالطريزات وخدمات المعلم بالسفيفة. وهنايا موديل اخر كما كتشوفوا معايا واللون مختلف، هنا تناسق ديال الالوان. فهنايا كما كتشوفوا معايا كذلك فالجلبه كتجي رائعه مختلفه في الطريزات في الكمام صالة مخزنيه توب كريب. هنايا جميع الجلبات فهي مختلفه متنوعه ورائعه غزاله صراحه غزاله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بالاشتراك بالضغط على زر الاشتراك وبالتعليق ديالكم، هكا تخليو القناه كتزيد تكبر. كنتمنى يعجبكم الفيديو. وهنايا كما كتشوفوا معايا موديل اخر براندة حصيرة وبالحجيرات في الجناب فهي كتجي رائعه كتجي سامبل في اللبسه. وهنايا موديل اخر كما كتشوفوا معايا هنايا هو الطريزات بالمنبت وفصاله مخزنيه توب كريب. وهنايا كما كتشوفوا معايا فجلبه كتجي مخدومه في الطرز النبات، يعني بالطرز بالحقيق النبات، فهي الصراحه في اللوينات ديالها متناسقين بواحد الطريقه احترافيه. فالفيديو كيقربكم اكثر للجلبه كيف كتجي في اللبسه ديالها. وهنايا كذلك شوفوا معايا اللون فهو رائع، كل الطريزات هي كذلك فهي رائعه.
كتزيد واحد الجمال هي الجلابة وهي الألوان، جميع الألوان، فهي متناسقة بصراحة بطريقة احترافية يعني صراحة، فهي كلها متنوعة. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا باشتراك وتعاليق ديالكم، فهي كتفرحني بزاف.